الحمد لله، السلام عليكم. المرجو الضغط على الزرلاك والصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. في التعليق سائل يسأل: هل الملائكة يسكنون في المنزل، يعني عمار المنزل؟ عمار المنزل ليس ملائكة، عمار المنزل من الجن، وربما يكون جن كافر ويكون جن مسلم، وربما يكون جن ملحد على حسب. وبعض الأحيان يسكنون الشياطين وممكن الملائكة، ولكن لا يسكنون، ولكن يبقوا في وقت معين. مثال: المنزل الذي لا يذكر فيه الله، فيه تصاوير وأغاني وعارة وسب وشتم، ولا يقرأ فيه القرآن، ولا يصلون فيه، ودائما فيه الأشياء التي يحبها الشيطان، مثلا النجاسة مثلا. إذا كانت النجاسة، كثرة النجاسة في المنزل، فيسكنه الشياطين. كيف تنقي المنزل من الشياطين؟ سورة البقرة، سورة الزلزال، تطرد العمار ولو يكون من جن، تطرد العمار كيفما كان جن مسلم، أو تطرده من المنزل، لا يستطيع أن يبقى في المنزل، يعني يبقى المنزل بدون جن وشياطين بسورة الزلزال. وكذلك كثرة النظافة والطهارة والصلاة وقراءة القرآن في المنزل، وعدم تعليق الصور والمرآة كذلك، هذه كلها، والأغاني والسب الشتم، إذا لم يكن في المنزل فهذا لن يجعل الشيطان يدخلون الى المنزل، يعني لن يكون سهل عليهم الدخول الى المنزل، اختراقه. اما الملائكه تدخل في المنزل الذي يكثر فيه الذكر، والذي يقرا فيه القران، سوره البقره مثلا، وقراءه القران، الاذكار مثلا، الذي يهلل الله، الذي يوحد الله دائما، مثلا لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله في المنزل دائما، يوميا يوما، يجعل ذلك المنزل يوميا هو ممتلئ بالملائكه. المنزل الذي يذكر فيه الله ممتلئ بالملائكه والقرآن، والذي يقرأ القرآن، والمنزل متطهر كذلك، وليس في أي شيء معاكس الملائكة، فيجعل الملائكة يمتلئون ذلك المنزل. أما العمار الذي يسكن دائما معك، فهم جن، ربما يكون جن مسلم أو جن كافر على حسب، جن الذي يسكن معك. أما الملائكة والشياطين لا يسكنون معك، فقط في حالتين كما قلنا، في حالة إما ذهبت إلى أهل اليسار سيكون معك الشياطين في المنزل، إذا ذهبت لأهل اليمين سيكون معك الملائكة في المنزل، الطاقة النورانية. هذا كل شيء، أتمنىكم الخير وإلى اللقاء.